كما ترون هذه نتيجة تعنت لوزارة العدل، وهذه نتيجة للزبونية والمحسوبية في أبشع صورها. هذه صور بشعة، يعني والله إن تتملكني يعني مشاعر حزن وغضب وحنق وكره لكل من يمس شبابنا بهذه الطريقة الشنعاء. شباب حالم، شباب أثنى عمره في التحصيل وفي الدراسة وفي الكد، وشباب كان حاضر من أسر فقيرة، كلهم أحلام وكلهم طموح فقط من أجل أن يلجوا مهنة حرة، مهنة نبيلة، مهنة المحاماة، وهم من سيدفعون للدولة. فإذا بالسي الدجال وهبي يقوم بتنجيح ابنه وأحفاده وعائلته وزبانيته وكل متملق ومرتزق في هذا البلد إلا وولج في ظل السي وهبي، يعني مهنة المحاماة. كان هناك حوار سابق مع وزارة العدل، ولكننا للأسف الشديد اكتشفنا على أنه كان حوارا ملغوما، كان حوارا بطعم التجنيد من بعض الزملاء، حيث اتفقوا تحت الكواليس على أن يتم هناك امتحان جديد بشروط مجحفة ومقفلة منذ البداية. يعني فأبينا إلا أن نعاود هذا طبعا الطعام حتى تتحقق جميع مطالبنا، وهي ان نلج المحاماة لاننا نستحق هذه المهنة عن جرة واستحقاق، ولما لدينا من دبلومات عليا وكفاءات ابان عنها كل الزملاء الحمد لله يعني تتكلموا بلغة عربية فصيحة وبطرق الحمد لله تتقى بالنفس. هنا اقول لوهبي وللجنة المخزية التي كانت مشرفة على الامتحان أن شوف تنقول لك بصورة واضحة، ما تقول لي الامتحان لا شفوي لا كتابي لا والو، نجاح ابنك وزبانيتك في مقابل نجاحنا وحصولنا على الأهلية، ما كاين لا حوار لا حوار. سالينا جيب ولدك تحمد هنا ندخلوا، ما تقول لي لا كاين لا هذيك ولا هذيك، جيب لي انت ولدك وتجيب لي ولد النقيب ولد المحامي ولد القاضي ولد ما عرفتش شنو، حتى حنا خصنا ندخلوا بغيتي ولا كرهتي. وهنا كنفتح قوس بالله عليكم، وزير العدل في دولة كالمغرب، دولة لها جذور في التاريخ، ينادي علنا بشيوع الفاحشة والفساد والزنا والرذيلة واللواط والخيانة الزوجية، ويدافع المسكين، والله إنه مسكين، حرام حرام علينا أن نقوم بضبط زوجة متلبسة بالخيانة الزوجية، هذا حرام، هذا عيب بدين جديد. اتق الله، اتق الله في شباب الوطن وفي هذا الوطن وفي عرض هذا الوطن. هذا الوطن له عرض، له عرض وله كرامة وله شرف، حاشاك حاشاك أن تدنسه بصريحاتك وبطموحاتك النجسة الشيطانية. إلى أي حد أنتم تقدروا تمشوا في الموضوع؟ السي وهبي ووزارته لا يعرفون معنى الرجولة، فهمتي؟ ولا يعرفون أن الرجال لهم إرادة من حديد ولهم تصميم لا يتزعزع من أجل المضي قدما حتى آخر رمق، وأقولها لك حتى آخر رمق وآخر عرق فينا سوف نستمر في هذا الإضراب إلى أن تتحقق جميع مطالب وأن يفتضح أمر وهبي ووزارته المدلسة الغشاشة التي تعتمد على الزبونية والمحسوبية والتي لا تضع مصلحة الوطن العليا نصب أعينها. كيف ما كتعرفوا الاخوان ديالنا كانوا خابوا اضراب على الطعام من قبل ورفعوه بسبب ان الوزاره قدمت لهم واحد الوعود انها غادي تحل الازمه في ظرف ديال جوج ديال الاسابيع. فلهذا كيتسالوا بعض الاخوان انهم علاش رجعوا الاضراب على الطعام، واش ما كاينش جديد؟ فالسبب لان الاخوان ديالنا رجعوا اضراب على الطعام واضراب مفتوح عن الطعام، كيقولوا بانه لا رجعه فيه ابدا،
ان الوزاره في الاضراب الاول عن الطعام تماطلت عليهم وتحايرت عليهم وكذبت عليهم من اجل ان يرفعوا الاضراب عن الطعام. قالت لهم انها ستحل المشكل في ظرف جوج الاسابيع، ثم تماطلت عليهم كذبت ومررت في ذلك الوقت الامتحان الشفوي لذلك الامتحان المشبوه الذي كان ينظمه المحاماة، وزعت الشواذ على المنجحين، ثم اقفلت ابواب الحوار على الطلبة المرسمين. كيف ما كتعرفوا الان هذا الاضراب الثاني عن الطعام الذي يخوضه الطلبة المرسمون في الامتحان بدأ يوم الجمعة الجمعة الماضي في اضراب مفتوح عن الطعام وفي عز رمضان. الان الطلبة المرسمون يفطرون فقط عن الماء ويتصحرون فقط عن الماء، وهذا الوضع اللي وصلنا ليه احنا كطلبة مرسبين، هذا الوضع اللي كيوصل ليه اللي تحطنا فيها بسبب هذا الاضراب عن الطعام. فنحن نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة العدل لانها هي من قامت بهذه الخروقات اللي شابت الامتحان المحاماة. نحملها المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليه الاوضاع، لان الوضع جد 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 خطير الاخوه. الان راه الوضع ديالهم خطير، والاخت اسماء الزام راه نقلوها البارح للمستعجلات في حاله جد حرجه، والطبيب المشرف عليها ما خلاهاش تخرج البارح لان الخزان ديال الدم ديالها كان على وشك النفاد، وكنا غادي نتصادفوا بواحد الكارثه انسانيه كبيره، لانه ما يمكنش انسان كيدير اضراب عن الطعام باش انه يطالب فقط بتطبيق القانون. نحن نطالب بتطبيق القانون فقط، كنا نطالبه منذ البدايه بالغاء الامتحان، بالغاء نتائج الامتحان لانها فيها خروقات ثابته، كنا نطالبه بفتح تحقيق. فما يمكنش ان نوصلوا لهذه الدرجه ان الطلبه ديال القانون، الناس اللي كيعرفوا القانون مزيان كيطالبوا بتطبيق القانون فقط لانهم حسوا براسهم مضرورين، انهم رسبوا في الامتحان. نعم رسبوا في الامتحان، نعم كلنا رسبنا في الامتحان، حسينا بواحد الحقره، خرجنا كنطالبوا بالالغاء نتائج الامتحان واعاده الامتحان، هذا الامتحان المشبوه، ولكن هما تجاوزوا المطالب ديالنا كامله، تجاوزوا المطالب ديال الناس، تجاوزوا المطالب ديال المساله تعطف مع الراي العام كامل، تجاوزوها ودوزوا النتائج ديال الامتحان الشفوي ووزعوا الشواهد، لانه معروف ديك اللائحه ديال الناجحين فيها غير الابناء ديالهم، ابناء السياسيين. العدد ديال المضربين الان هو 8 من اليوم جمعه كان 8، ولكن انا كنقول لك بلي العدد سوف يتضاعف ربما 4 أضعاف او 5 أضعاف، لان الاخوان كيتواصل معنا عدد كبير باغي يدخلوا في اضراب عن الطعام والمقر لا يسمح، وهناك بعض الاعضاء اللي غادي يدخلوا في اضراب عن الطعام يعني بعد رمضان. العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير.